السلام عليكم. اليوم نديرو جولة في مارينا باي بالجزائر العاصمة، ونعرفكم في بعض الأشغال الجديدة والتهيئات الجديدة التي راهي مازال قيد يعني ماشية، مازال تمشي، مازال ما انتهتش الأشغال بها. ونخليكم تابعوا الفيديو هذا اللي يعني يكون فيه إن شاء الله فيه عدة فيديوهات، حوالي 5 أو 6 فيديوهات عن هذه الأشغال. إذا تابعونا وكم تتابعون. السلام عليكم. شوف من شدة الرياح، من شدة الرياح، شوف هذه القضبان هذه كيفاش راهي تفيبري، هذه كاع من قوة الرياح. المنطقة هذه فيها زوج أرصفة، كان رصيف على اليمين ورصيف على اليسار. نروحو نشوفو نشوفو الرصيف تاع اليسار، الأشغال نتاعو انتهت. نروحو نضربو تحويسة في الرصيف هذاك اللي جاي على اليسار. على بالي برك هذا ما تكون غير لا جيت لهنا.
نلاحظ انه فيها اشجار جميلة، ما كانش غير داخل. وهنا رانا وصلنا للرصيف الثاني، هذه الأشغال هي من طرف شركة ميديترام جزائرية 100%. كل هذه الأشغال نتاع المارينا هي شركة من طرف شركات جزائرية 100%. إذن هذا هو الثاني، هذا اللي راح انتهت الأشغال فيه. واحد المصيف جميل يمد منظر رائع. واحد عشر أشخاص مازال لم تنتهي بعد، مازال أشخاص الطريقة اللي جاية في الوسط. هذه هي مارينا باي، مارينا الجزائر، روعة روعة روعة. وتبقى النقطة السوداء هي حادة دائما وأبدا، فيه بعض الأماكن في قضية فينيسيا شوية ناقص على فينيسيون. وانا شوف روعة، مكان رائع.